النهارده لاداء مباراه الاهلي وزيسكو النهارده. فريق لعب كويس وادى اللي عليه وعمل كل حاجه حلوه في المباراه، بس طبعا معروف انه اللعب خساره وهزيمه، وهو عمل اللي عليه وكفايه كده. الاهلي ما لعبش كويس لان المدرب الوصول يمشي يمشي، لان زيزو احسن مدرب في مصر. شاف لعيبه الاهلي مستواها طبعا وحش جدا، واسوء بطوله الاهلي لعب فيها السنه دي في افريقيا على مر السنين. الاهلي محتاج لاعب احسن من كده، وفي لاعب احسن من كده ممكن ده اكتر من كده، بس دي شخصيه مدرب طبعا وحشه في الماتش ده، وده اللي هيخلينا مش هنكمل في البطوله. مباراه سيئه جدا، هو الاهلي اتحسن في الشوط الثاني بس قدر الله ما شاء فعل. ونفسي اسال سؤال بس المستر مارتن يول، فين صلاح جمعه وفين عمرو السوليه؟ سياب حسام غالي في الملعب بيعمل ايه؟ او بيلعب ساعه سمير ازاي مصاب؟ هو الاهلي كان بيلعب حلو بس طبعا في ناس مشت وكده. الاهلي يعتبر مستواه بقاله فتره متذبذب من قبل ماتش الزمالك كمان، يعني مارتن يول مع احترام ليه واحترام لتاريخه لا يصلح ان هو يقود النادي الاهلي. احنا محتاجين لعيبه ما بتجيبهاش. انت عندك نص الملعب انت بتعتمد على حسام غالي وحسام عاشور، دول بقالهم فتره بيلعبوا، الجهد البدني بتاعهم قل، انت محتاج خط نص. لا كان ماتش سيء للغايه بسبب المدرب. الماتش ده يمكن احسن بتاع الزمالك بحاجات بسيطه، هو الاهلي الدفاع بتاعه خربان شويه يعني. الماتش زي الفل، زي الزفت. ده عيب مدرب، المدرب ده لازم يتغير. هو مدرب حلو مش وحش بصراحه، بس اختياراته للعيبه غير مانويل جوزيه خالص. اداء ضعيف جدا، واضح ان النادي الاهلي مرهق. اعمار السنيه بتاعت اللعيبه بتاعت نص الملعب كبيره في السن ولازم يدي النظر فيها. الاهلي ليه فرصه ان هو يكمل البطوله؟ بعد الماتش ده لو فضل على المستوى ده لا طبعا. ربنا يكرمه في المباريات اللي جايه ان شاء الله. ان شاء الله وهنوصل ان شاء الله. لا ما اعتقدش، صعب جدا. والله في فرصه حلوه يعني، بس لو في ناس ليها الناس الاساسيه تنزل كده الفرصه هتبقى حلوه ان شاء الله. بس الفرصه اكيد ان شاء الله موجوده. هو تقريبا فاضل له ماتش، هو نسبه ضعيفه جدا، نسبته بقت ضعيفه بقت مستحيله كمان. لا كده ما عندوش فرصه كده خلاص. الاهلي طلع من البطوله، طلع من البطوله من بدري. هو كده الموضوع ما بقاش بايده هو، يعني كده بقى في ايد الفرقه الثانيه. هو كان المفروض يكسب النهارده عشان الماتش الجاي برضه يكسب، يبقى في فرصه كبيره يخش. كده الموضوع ما بقاش في ايد النادي الاهلي.